Hello everybody, how are you? مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد اليوم. ودرس اليوم بصراحة في التعليقات وكثير من الطلاب عندهم مشكلة في كيف يستخدموا الكلمات في اللغة الإنجليزية. أنا عندي كلمات يا أستاذ مش عارف كيف أستخدمها. طيب الموضوع بسيط وسهل وطبعا له مراحل، يعني في دروس للمرحلة المتوسطة والمبتدئة والمتقدمة. الدرس اليوم هيكون فقط للمرحلة تقريبا المبتدئة، اللي عنده شوية كلمات ومش عارف كيف يستخدمها. حقيقة هو للمبتدئة، ممكن تقول أيضا شوية كمان للمتوسطة. الموضوع بسيط وخلونا نبسطها لا نصعبها إن شاء الله. أولا قبل كل حاجة، الكلمة اللي أنت حفظتها هل هي اسم ولا فعل ولا صفة؟ واحد يقول أنا مش فاهم. الكلمات اللي أنت عندك هل تعرف تفرق أنت أصلا ما بين الفعل والصفة والاسم؟ واحد يقول والله أنا ما أخفي عليك، حتى في اللغة العربية أنا مش عارف أفرق ما بين هذه الكلمات. تعالوا كده على عجالة وفي أقل من دقيقة إن شاء الله نشرح الفرق في اللغة العربية، مش في اللغة الإنجليزية. هندخل في اللغة العربية حاجة بسيطة كده على السريع عشان أسهل لك الموضوع وتعرف تفهم معايا الدرس. إحنا بالنسبة للفعل، الفعل هو كل ما فيه حركة، وغالبا ما يبدأ في اللغة العربية بالياء، مثل يأكل، يشرب، يجري، يشاهد، يصلح، يقود. كل ما فيه فعل، كل ما فيه حركة، فهذا هو ما يسمى verb في اللغة الإنجليزية. verb هو الفعل في اللغة الإنجليزية. verb يعني فعل. طيب اتكلمنا الفعل هو كل ما كان فيه حركة. طيب والاسم اللي هو الناون. الناون يعني، معلش يا استاذ مراد، انا يعني خدني على قدي، انا مش عارف افرق ما بين الاسم والفعل والصفه. ما انا عشان كده هعطيك الخلاصه. الاسم كل ما خلق الله من على وجه الارض من اشياء سماها اسماء. ناون لها اسم، كانت كبيره مثل العالم وورلد، مثل الجبال ماونتن، مثل الطائره، مثل العمائر بيلدينج بلين. أي حاجة موجودة في الكون كانت صغيرة، كانت نملة، كانت لها اسم. يعني هذه صبورة، وهذه لمبة، وهذه سيارة، وهذا رجل، وهذه امرأة، وهذا ولد. هذه أشياء سميناها أسماء. طيب كيف نفرق ما بين الفيرب والناون؟ لا، الفعل في حركة، قلنا يأكل، يشرب، يجري، يصلح، يبني، لكن هذه ناون ثابت، صبورة. صبورة يعني ما فيهاش أي حركة، صبورة. جبل، شركة، رجل، واضحة؟ طيب والأدجكتيف الصفة. أدجكتيف هي الصفة. الصفة أصلا ما هي موجودة عشان تكون عندك خلفية إلا عشان توصف لك الاسم. أعيد، احنا خلاص خلصنا الفعل اللي كل ما فيه حركة، والاسم هو كل ما خلق الله من على وجه الأرض من أشياء سميت لها أسماء. اتفقنا؟ الصفة أصلا ما هي موجودة، مش تستخدمها أنت في الجمل إلا عشان توصف الاسم. الاسم هذا اللي قلنا عليه أول، اللي هو جبل، اللي هو قلنا عمارة، قلنا سيارة. تعالوا نوصف هذه الأسماء اللي هي العمارة أو البناية أو الطائرة أو الجبل، نصفه بإيش؟ بأنه جميل، سيء. يعني مثلا نفترض أن عندنا سيارة كار، هذه سيارة كار، صفها بالذي تريد. الكار هذه ناون، اسم، زي أي شيء موجود في الدنيا. تعالوا نصفه صفات، مثل نيو كار، سيارة جديدة. بيج، كبيرة. سمول، صغيرة. أولد، قديمة. وعلى هذا الحال، إذا الصفة أصلاً الأدجكتيف موجودة عشان توصف لنا الناون. يعني ما فيش حد هيجي يجيب لك جملة ويقول لك مثلاً بيج، ما فيش حاجة اسمها بيت كبير. ولازم يقول لك مثلا the house، البيت أو المنزل is big، the company الشركة is new جديدة، is old قديمة. اتفقنا؟ إن شاء الله الآن أصبحت الصورة واضحة بالنسبة للverb والnoun والأدجكتيف، الفعل والاسم والصفة. بعد ما أنت عرفت هذه الأشياء، واحد يقول طب أنا فهمت الموضوع هذا، النقطة اللي بعدها، أنا عرفت اللي الكلمة اللي عندي هذه noun أو verb أو adjective صفة، كيف أستخدمهم؟ هنا هنيجي لدرس اليوم اللي هو هيفيدك كثير جدا.
الموضوع ببساطة يقول لك إذا كان الكلمة اللي عندك فير الفعل يعني مثلا زي يأكل قلنا أو جو يذهب أو كيف استخدم هذه الكلمة؟ الآن عندي أنا فعل كيف استخدمه؟ أنت بتستخدمه after subject بعد الفاعل. الفاعل إيش هو؟ الفاعل معروف اللي هو I وهي وشي وإت ويو وذي ووي، هذا ضمائر الفاعل وأنا تكلمت عليهم قبل كذا. أو ما ينوب عنهم، خذ بالك يعني مش شرط تكون I وهي وشي وإت، ممكن تكون علي، ممكن تكون فاطمة، ممكن تكون the company الشركة. المهم إنه يعني السبجكت هذا اللي معروف إنه هو I هي شو إت أو ما ينوب عنه. طيب يأتي بعد السبجكت، أعطيني مثال. I go أهو هذا سبجكت وجاء الفعل بعد السبجكت. You like أنت تحب، فين الفعل؟ like، وفين الفعل هنا؟ go. هنا اليو سبجكت وهذا سبجكت، إذا الفعل يأتي بعد السبجكت. أيضا يأتي بعد البي. واحد يقول لي أنا بشوف دائما هذه كلمة بي أسمع عنها verb to be، إيش هذه البي؟ البي هذه هي الأم الأصلية اللي جابت لنا الإز والآم والآر، وماضي الإز والآم واز يكون كان، وآر يكون وير كانوا، وجاء التصريف الثالث منهم آخر العنقود بين، آخر العنقود بين، فهذا كلهم اسمهم verb to be يرمز لهم بالبي. حتى تيجي في أسئلة القواعد لو تتذكروا أنتم في المدارس يقول لك ضع في الفراغات verb to be، هو يقصد واحد من هؤلاء. لما يعني جيت في الاختبار ضع verb to be أو استخدم verb to be، فهو يريد منك ان تضع في الفراغات اما از ولا ام ولا واز ولا وير ولا بين على حسب القاعده. نرجع لموضوعنا اللي هو الفيرب يستخدم بعد الفاعل وبعد البي، يعني بعد هذا كله، يعني بعد البي بعد الاز بعد الام بعد الواز بعد ياتي الفيرب. يعني يمكنك ان تستخدم الفعل بعد السبجكت وبعد البي اللي هي ايش مثلا؟ وي ار سليبنج اهو الار من الverb to be. وأيضا ممكن تقول أيضا جيب الواز مثلا I was أنا كنت eating كنت أكل وكذا كذا، فهذه الواز من الverb to be. طب خلصنا كده الفعل إنه بعد السبجكت وبعد البي. الناون الاسم، أنت الآن عندك كلمة عرفت إن هي اسم مثل table طاولة أو car أو مثلا company، أو يقول لك هذا استخدامات الناون يستخدم كسبجكت، هو نفسه الناون يستخدم كسبجكت. مش احنا قلنا السبجكت اي وهي وشو ات او ما ينوب عنه؟ ما ينوب عنه اللي هو نفسه، بدل ما تقول هي تقول علي، يعني الان اصبح علي اللي هو الناون اصبح سبجكت، هو نفسه سبجكت. فشوف علي از مارد، علي يكون متزوج. علي الان هنا ايش وضعه؟ سبجكت فاعل حل محل الهي، يعني بدل هي ممكن تكون فاطمه والفاطمه تحل محل الشي. طيب إذا هنا استخدمنا علي is married استخدمناه كسبجكت. الجملة الثانية I like علي، I like علي. علي هنا استخدمناه برضه ناون واستخدمناه كأوبجكت. واحد يقول إيش معنى كأوبجكت؟ أي المفعول به، الفعل الذي يقع عليه يسمى المفعول به. I هنا سبجكت ولايك يحب، وأوبجكت أي الذي وقع عليها الفعل. إذا الناون الاسم يستخدم كسبجكت ويستخدم كأوبجكت، وايضا يستخدم بعد البي بعد هذا كان. طيب واحد يقول لي اعطيني امثله اخرى عشان تثبت معي الامور. طيب انت الان تقول ماي كمباني شركتي، كمباني شركه، فملكتها لنفسك وقلت ماي كمباني شركتي از بيج. طب هنا كمباني هذه انت رحت في القاموس فطلع لك اياها ان هي ناون ان هي اسم، فانت حاب تستخدم كلمه كمباني، فهو قال لك انت ممكن تستخدمها كسبجكت، وسبجكت يعني معناته في اول الجمله، سبجكت يعني معناته في اي اول الجمله، لانه ماي كمباني حلت محل الات. تتذكروا احنا قلنا الات او هي او شي او ات او يو او ما ينوب عنهم، الكمباني هنا تنوب عن محل الات، فهنا استخدمنا ماي كمباني كناون كسبجكت. ماي كمباني از بيج، شركتي كبيره، اذا استخدمنا الناون هنا كسبجكت. هنا تعال نشوف نستخدمه كاوبجكت. I work أنا أعمل in a big company في شركة كبيرة. هنا company ما جاءتش subject ولكن جاءت object. أتمنى تكون الصورة الآن اتضحت.
ايضا لما نستخدم الناون بعد البي اللي هو العيله هذه كلها، مثل ان تقول مثلا شي از بيوتيفول، هي جميله، شي از نايس، لطيفه، جود، جيده، بور، فقيره. وتستطيع انك انت ايضا تستخدم الواز او الوير، شي واز، هي كانت، وتحط هذا كله، هي كانت جميله، هي كانت فقيره، هي كانت، وعلى هذا الحال. اذا الفعل بعد السابجكت اللي هو اي يو شو ات، وبعد عيله البي، والناون يستخدم هو كسابجكت مش بعد السابجكت، لا هو يصبح نفسه سابجكت، الناون نفسه الكلمه اللي عندك، مثلا كانت كمباني، كانت علي، كانت بوك. وتستخدم ايضا كاوبجكت، يعني هي نفس الناون يستخدم كاوبجكت مفعول به، مثل اي ورك ان ا بيج كمباني. او تقدر تقول مثلا اي لايك ابلز، انا احب التفاح، التفاح هنا اوبجكت مفعول به. وايضا الناون يستخدم بعد البي، مثل شي از، جاءت بعد الاز والواز، الصفه اللي هي الناون، عفوا يعني هنا حيكون الموضوع مختلف، هنا الموضوع معلش شي از مثلا ا دكتور اللي هي ناون، شي از مثلا ستودنت، اول اللي كتبته انا عفوا كانوا صفات، تمام، شي از ا دكتور، او شي واز هي كانت دكتوره او ستودنت طالب. طيب موضوع الادجكتيف الصفه، كيف يستخدم الصفه؟ بيفور ناون، الاستخدام الاول الصفه نستخدمها قبل الاسماء، بيفور ناون. الحين انت عندك كلمه، الكلمه هذه مثلا تول، شور، طويل، قصير، سترونج، قوي، بيج، اي صفه اخذتها وحاب تستخدم هذه الصفه، فهو يقول لك لها استخدامين، اما انها بيفور ناون، وهذا الموضوع معروف، مثل تول مان، وقلنا اتكلمنا انه الصفه الانجليزيه دائما تاتي قبل الموصوف، الصفه في اللغه الانجليزيه دائما تاتي قبل الموصوف. من هو الموصوف؟ الرجل. لماذا وصفته؟ بانه طويل، فتاتي الصفه قبله، عكس اللغه العربيه. تول مان، بيج هاوس، بيج كمباني، شركه كبيره. هذا الاستخدام الاول للصفه، الاستخدام الثاني ايضا بعد البي، نفس القصه، يعني البي موجوده مع الفيرب، وموجوده مع الناون، وموجوده مع الادجكتيف. يعني الفعل والصفة، الفعل والصفة والاسم الناون يأتوا دائما بعد إز وآم وار وبي واز وير بين، هؤلاء يأتي بعدهم اسم وفعل وصفة، واضح الكلام؟ فهنا مثلا إكزامبل، I have a new car، هنا car هذا اسم، الصفة جاءت قبله، يعني car اسم ونيو وصفتها، هذه الأدجكتيف، هذه الأدجكتيف. طيب الاستخدام الثاني قال after be، مثل هنا he is rich، he was، هي كانت الأمثلة هذه تابعة لهنا لكن حصلت خربطة أعتذر، he is rich، he was rich، you were sad، you were sick، أنت كنت حزين، أنت كنت مريض، هو يكون غني، غني وساد وسيك، كل هذه adjective طبعا، جاءت بعد ال is وال was وال were زي ما قلنا، إذا الصفة ممكن تأتي بعد after ال be، تمام؟ طيب والبين ايضا اي هاف بين سيك، هذه برضو صفه، انا لي مريض فور تو دايز ليومين. اتمنى ان يكون الدرس اليوم يحتاج منك يعني تركيز وهيكون اوضح ان شاء الله. طبعا انت الان اي كلمه تحفظها ما بتحفظهاش بشكل عشوائي، لازم تركز ان ايش نوع الكلمه اللي بتحفظها، هل هي فيرب، هل هي ناون، هل هي ادجكتيف؟ وانا شرحت والان بشرح وباختصار انه الفير يستخدم افتر سابجكت بعد الفاعل وبعد البي، اما الناون يستخدم كسابجكت، هو نفسه يجي في اول الجمله ويجي هو في اخر الجمله كاوبجكت كمفعول به، ويستخدم ايضا بعد الفيرب تو بي اللي هي العيله هذه، اما الصفه فهي تاتي قبل الاسم وبعد الفيرب تو بي، هذا باختصار يعني. طبعا انت العمليه هذه ممكن الان شويه بتخربط بعض الطلاب، لكن مع الممارسه هتشوف نفسك انك انت بشكل طبيعي هتبدا تركز وتقول انا معايا كلمه جديده الان، اخذت مثلا كلمه مثلا بيلدينج اللي هي عماره او بنايه، تمام، وحاب استخدمها، بيلدينج هذه ايش هي؟ هل هي فعل فيرب؟ هل هي ناون او هي ادجكتيف؟ بالطبع ان هي ناون اسم. الان كيف تستخدم هذه الكلمه اللي هي بيلدينج العماره؟
هتستخدمها كسبجكت، فتقول مثلا this building هذه العمارة is big كبيرة، is old قديمة، is new جديدة. المهم انك انت استخدمتها كسبجكت. ممكن تستخدمها كأوبجكت فتقول مثلا I like this building أنا أحب هذه العمارة، تمام؟ I see أنا أرى this building، فتأتي الناون كأوبجكت. أو ممكن تستخدمها مثلا تقول this is building هذه عمارة، this is building بس تخدمت بعد الإز، فتشوف الكلمات اللي عندك وحددها هي اسم ولا فعل ولا صفة. وانت الآن أخذت الأساسيات، معلش يعني ممكن اللي هم مش متعمقين في اللغة أو ما أخذوا القواعد اللغة العربية أو ضعيفين في اللغة العربية هم اللي شوية بيتعبوا، لكن اللي هو عنده خلفية في اللغة العربية أو جيد في اللغة العربية هيشوف الأمور أسهل. أتمنى أن تكون يعني استفدتوا من درس اليوم، ولا تنسوا الاشتراك واللايك، وإن شاء الله أتمنى أقابلكم إن شاء الله وأنتم أتم الصحة والعافية. Thank you very much and see you soon. Good luck. Hello everybody, how are you? مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد، ودرس اليوم هيكون مفيد جدا لكثير من الطلاب. لا يركز على هذه النقاط اللي أشرحها اليوم كثير من الناس، ولها دور كثير جدا في فهم اللغة الإنجليزية. طيب اليوم أنا حاب أتكلم معاكم كيف ممكن نحول الفيرب الفعل، الكلمة اللي هي فعل مثل play يلعب، read يقرأ، watch يشاهد، listen يستمع، kill يقتل، clean ينظف، وswim يسبح، وهكذا. كيف تحول هذه الكلمة من فعل إلى noun إلى اسم؟ طبعا هناك طريقتان لتحويل الفعل إلى اسم، وهنا تحتاج منك أنك أنت تركز على هذه الطريقة لأنها تفيدك في حكاية الترجمة. طبعا الترجمة يعني ان انت لما طبيعة اي انسان ما بيتكلم لغة انجليزية طبيعي ان الكلام اول شيء بيجي بعقله باللغة العربية، بعد كده يحاول يترجم من اللغة العربية الى اللغة الانجليزية، وهنا عادة تكون هي اكثر المشاكل اللي بتواجه الطلاب اثناء الترجمة. يعني الترجمة هذه هي فيها تقريبا كل المشاكل اللي بيعاني منها الطالب، اللي هي تدخل في القواعد وتركيب الجملة وما الى ذلك. طيب الطريقتين اللي بنتكلم عليهم، الطريقة الأولى عشان تحول الفيرب الفعل إلى ناون هو أنك تضيف للفيرب للفعل ER، فقط تضيف إلى الفعل حرفين E و R آخر الفعل. يعني مثلا زي play يلعب أصبحت player، read reader، watch watcher، listen listener، kill killer، clean cleaner، swim swimmer، make maker، write writer، وهكذا. طيب ايش المعنى؟ انا اللي يهمني في الموضوع هذا كله ان انت تفهم معناتها باللغه العربيه، يعني هذا اهم في الموضوع. يعني ما يكفي انك انت تعرف فقط انه الاي ار اذا اضفتها الى الفعل تحولت الى اسم، طيب ما فيش مشكله، بس ايش تعني في اللغه العربيه؟ هنا يتحول المعنى كالاتي: من play يلعب أصبحت player لاعب، read يقرأ reader قارئ، watch يشاهد watcher مشاهد. وممكن طبعا هذا بما أنهم ناون ممكن تجمعهم، يعني ممكن تضيف هنا s فتصبح إيش؟ players لاعبين، read يقرأ readers قراء، watch watchers مشاهدين، listen يسمع listener أنا مستمع. أنا اليوم هاجي عندكم أنا فقط مستمع، أنا مش هدرس معكم في الفصل، أنا اليوم I am just a listener، listener listener مستمع. أو الأخوة listeners ممكن تجمعها على جميع الأخوة listeners المستمعين جميعا وتكمل العبارة. kill killer قاتل، kill الفعل يقتل، killer قاتل. طبعا واحد يقول أنا ما اتضحت ليش المسألة بشكل، شوف عشان يعني أساعدك أقرب لك المعنى إلى أقرب شيء إلى اللغة العربية. الإي آر عندما تدخل إلى الفعل أقرب شيء أقدر أساعدك فيه إن هي بتكون زي الوظيفة، وظيفة اللي بيلعب إحنا وظيفته عمله، وظيفته اللي بيلعب لاعب، اللي بينظف منظف، اللي بيدرس يعني عندك مثلا
أصل الفعل إيش؟ teach. teach يدرس. أنت لما هتحولها وظيفة اللي بيدرس إيش أصبح؟ teacher. وكذلك drive اللي هو يقود. وظيفته إيش؟ إذا موجودة الإي، إذا موجودة الإي في الكلمة أصلاً، طبعاً أنت ما حتضيف الإي مرة ثانية، حتضيف فقط الآر، فيصبح درايفر سائق. إذا الإي آر لو ركزت عليها عندما تضاف إلى الفعل تحوله إلى اسم صحيح، لكن معناته في اللغة العربية كأنه أقرب إلى الوظيفة، وظيفة اللي بيدرس مدرس، واللي بيسوق سواق، واللي كلين ينظف منظف، وهكذا. فالاي ار اقرب شيء عشان تفهمها من ناحيه المعنى هي زي اللي وظيفه الشخص الذي يقوم بهذا العمل، اللي بيصرف اكستشينج. طب اصبحت وظيفته اكستشينجر، صراف، يصرف الدولار بالعمله تبع بلدك، فيسمى اكستشينجر، تحصلها في المحلات مكتوبه. طيب بعد ما تكلمنا على كلين ينظف، كلينر منظف، سويم سويمر، وراح الاحظوا دبلنا الام في الاخير عشان نضيف الـ ER. عندك teach teacher. طيب دبلنا الـ M عشان في حرف متحرك قبل الحرف الأخير، هذه قاعدة مختلفة عندما إذا أضفت الـ ING أو تضيف الـ ER، وفي الحرف قبل الأخير، الحرف قبل الأخير هي أصلها swim، الحرف قبل الأخير هو I. الـ I من الحروف المتحركة الخمسة اللي معروفة الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U. إذا كان قبل الحرف الأخير، ايش الحرف الاخير بسويم؟ الاي. اذا كان قبل الحرف الاخير حرف متحرك فعليك عشان تضيف الاي ار تدبل الام وتضيف اي ار وتصبح سويمر. طيب مش هذه نقطتنا، هنرجع لموضوعنا الاصلي انه بعد ما حولنا الفعل الى اسم بهذه الطريقه عن طريق اضافه ايش قلنا؟ الاي ار. تضيف الاي ار لايش؟ للفعل، يصبح ايش؟ يصبح اسم، وقلنا انه هيكون معناته اقرب الى الوظيفه اللي هو يكتب كاتب ويقرأ قارئ ويلعب لاعب ويدرس teach teacher مدرس. الطريقة الثانية، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية عشان تحول الفعل إلى ناون إلى اسم فعليك إنك أنت تضيف ing. هنا في خلط، الواحد يقول لا أنا عرفتها ing تبع المضارع المستمر. لا ركز معي عشان تفهم الموضوع. هنا في خلط عند الطلاب، يفكروا ing هذه هي البريزنت كونتينيوس، الفعل اللي بيحصل نفس اللحظة من الكلام، وهذا الموضوع لا يختلف تماما. يعني هذا في 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 وادي وهذا في وادي آخر أو في معنى آخر. بمعنى الاي ان جي اللي هيتم إضافتها للفعل عشان نحوله إلى اسم، هنا ليست معناتها اللي هو يلعب الآن، بلاينج يلعب الآن، لا، هذه هتصبح معناتها اللعب. طبعا هنا يعني احنا بنقول احنا بنحول الفعل الى اسم، فاضافه الاي ان جي للفعل فيصبح بلاي يلعب، بلاينج اللعب. واحد يقول لي لا 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 تخربط، انا اعرف ان انت حتى جبت درس قبل كده انه اذا نجيب الاي ان جي للفعل هي صحيح يصير مضارع مستمر ويحصل الان، لكن هذا اللي عشان تفرق فيه ما بين هذا وهذا، هذا الاي ان جي اذا جاء بعد الافعال المساعده از وام وار واز وير، هذا صح اذا جاء الفعل واضيف له اي ان جي، هذا يسمى المضارع المستمر وهذا الماضي المستمر. انا اتفق معك، يعني هي از بلاينج هو يلعب، لكن بلاينج لوحدها، بلاينج لوحدها معناتها اللعب، ريدنج لوحدها مش انت بتقرا الكتاب بتشوف فوق في الكتاب يقول لك قسم الريدنج، هنا قسم القراءة، فاهمين كلامي؟ قسم الريدنج، قسم القراءة، أو في الصفحة اللي بعدها بتقلب صفحة كده بتشوف رايتنج، احنا هنعلمك هنا الكتابة، فهمتوني؟ طبعا رايتنج هنا غير I am writing، he is writing، أنا أكتب هو يكتب، في فرق. أتمنى تكون الصورة وضحت لكم. الاي ان جي هنا اللي بنتكلم عليه غير الاي ان جي اللي في المضارع المستمر الذي ياتي بعد الام والاز والار والواز والوير، هذا مضارع مستمر او ماضي مستمر، اتفق معك صحيح. ولكن الاي ان جي اللي بنتكلم عليه اليوم هو يختلف تمام عن الاي ان جي اللي بتشوفه انت في المضارع المستمر. طيب
طبعا بتضيف اي ان جي لكل فعل. تعال ناخذ امثله على الاي ار والاي ان جي عشان تتضح لك الصوره اكثر. يعني هنا عشان ناخذ امثله على الاي ار عندك علي is a good player. علي لاعب جيد، مش بلاير الحين حولناها اصبحت اسم، صح؟ مش احنا قلنا هنضيف الاي ار للفعل فيصبح ناون، الان هذا كله ناون. طيب انا من حقي ان انا اصف اللاعب هذا بصفه، هذا adjective. هو لاعب وصفته بانه جيد، ومعروف في اللغه الانجليزيه ان الصفه دائما دائما تاتي قبل الموصوف. من هو الموصوف؟ مثلا المدرس او اللاعب او المدرس، فنصف الصفات قبل، عكس اللغه العربيه. اللغه العربيه نضع الصفه بعد الموصوف، مش موضوعنا، ما احبش اتوهكم في نقاط اخرى. نرجع لمثال اخر، شي از، برضه نقدر نقول شي از ا جود رايتر. هي اصلها ايش؟ رايت يكتب، ورايتر كاتب او كاتبه، فنقول شي از ا جود رايتر، هي كاتبه جيده، برضه وصفتها انها كاتبه جيده. اول واتشرز، اصل الكلمه يا شباب واتش، يعني اصلها واتش، يشاهد فعل موجود واتش، احنا اضفنا له اي ار اصبح مشاهد، وظيفه اللي يشاهد مشاهد، وجمعناها بالاسم واتشرز مشاهدين. كلمة all يعني كل الواتشرز، كل المشاهدين are afraid خائفين، أو مثلا منتظرين أو أي شيء. المهم إنه يهمني إنك تفهم الإي آر عندما يضاف إلى الفعل فيتحول إلى اسم. آخر مثال يقول لك some، بعض، some cleaners، هي أصلها clean، وكلينر منظف، وجمعناها بالاسم. some cleaners، بعض المنظفين are bad، سيئين، بعضهم يعني مش كلهم. طيب هذا بالنسبه للامثله الاي ار. لو اخذنا امثله على الاي ان جي اللي بكلمك عليه، اللي هو بيضاف للفعل ويتحول الى اسم. I like swimming، شوف انا احب السباحه. واحد يقول لي انا لسه الصوره ما اتضحت ليش، مش عارف افرق بينها وما بين swimming اللي انا عارفها في المضارع المستمر. يعني انا اقدر اقول مثلا I am swimming، he is swimming. ايش الفرق بين swimming و swimming هنا؟ swimming الثانيه اللي بتقول عليه I am swimming، يعني هذا فعل يحدث اثناء الكلام، وانت بتكلم احد ايش بتسوي؟ بتقول له I am swimming، شيء بيحدث الان. لكن هذه I like swimming، انا احب السباحه بشكل عام، السباحه بشكل كامل، تمام؟ واحد يقول انت جربتها لي بالاي ار هنا وقلت لي اقرب الى الوظيفه، درب لي اياها في الاي ان جي، اقرب في اللغه العربيه لايش؟ اقرب في اللغه العربيه زي لما نضيف الالف لام. يعني مثلا لما واحد يقول انا احب القراءه لكنني اكره الكتابه، القراءه هي ريدنج، انا احب اي لايك ريدنج مثلا، او ما احبش الكتابه بات اي دونت لايك رايتنج، تمام؟ وزي ما قلت لك، يعني واحد بيسألك يقول لك مثلا في اللغة العربية، سؤال بالعربي، واحد بيسألك يقول لك هل أنت كويس في التحدث؟ يعني في اللغة الإنجليزية بتسوي مقابلة يقول لك Are you good at speaking؟ هي أصلها speak، تمام؟ طيب أنت كيف بالنسبة Are you good at writing أو typing أو هل أنت كويس في الكتابة في الطباعة؟ أنت كويس في الموضوع هذا؟ فمثلا ممكن ترد عليه تقول له أنا كويس في مثلا كتابة الإيميلات أو طباعة الإيميلات، أو لكني أنا سيء في مثلا التحدث أو في مثلا الترتيب، فبضيف اي ان جي. ناخذ مثال آخر، I don't like reading، هنا أنا ما بحبش القراءة، مش اللي هو I am reading أنا أقرأ الآن، لا هذا موضوع يختلف، أنا ما بحبش القراءة كلها بشكل عام، تمام؟ خذ مثال اخر للريدنج، تقدر تقول مثلا يا اخي reading is difficult، القراءة صعبة علي، تمام؟ ممكن تبدا الجملة ايضا بشوف بأي نجي، فتصير مثلا watching American movies، مشاهدة، شوف هنا مشاهدة، للمشاهدة، مشاهدة الافلام الامريكية is useful، مفيد للطلاب عشان يتعلموا اللغة الانجليزية مثلا يعني. Watching American movies is useful، مشاهدة وليس يشاهد الآن،
أتمنى أن تكون الأمور اتضحت الآن بالنسبة لكم. يعني الING اللي أنا بتكلم عليها التي تضاف إلى الفعل عشان تتحول إلى ناون هي تختلف تماماً عن الING التي تأتي في المضارع المستمر وهو الفعل الذي يحصل الآن. وإذا أردت أنك أنت تفرق بينهم هتشوف أنه المضارع المستمر أو الماضي المستمر يأتي بعد الإز والآم والآر، أو الماضي المستمر يأتي بعد الواز والوير. يعني مثلاً I am reading, he is reading, she was sleeping، هذه مستمر. ما دام جاءت بعد الآن والإز والآر والوير يعني هذه مستمرة اللي يسموه الكونتينيوس. لكن طالما أن هي تأتي بشكل طبيعي لو I like swimming، أو واحد مثلا يقول لك swimming is good sport، السباحة رياضة كويسة، swimming السباحة كلها بشكل عام، السباحة is good for you، السباحة كويسة عشانك، تمام؟ أو مثلا تتكلم مع الدكتور وبيعطيك نصائح يقول لك مثلا sleeping early، النوم مبكرا is necessary، ضروري for you، يعني شيء ضروري بالنسبة لك، يعني لازم تنام بدري. فإذا حاول انك انت يعني تعمل امثلة كثيرة على الاي ار وعلى الاي ان جي هتشوف ان الموضوع يكون افضل. اتمنى انه تكون اتضحت لك الرؤية او الموضوع. باختصار نعيده انه عندنا تحويل الفعل الى ناون الى اسم بطريقتين، اما انك تضيف الاي ار الى الفعل فيصبح أقرب إلى الوظيفة play player لاعب، و teach أو read reader قارئ زي الوظيفة اللي يدرس واللي يسوق. والطريقة الثانية إنك تضيف الـ ing إلى الناون فيصبح أيضا اسم بدل ما هو فعل، وأصبح الموضوع أقرب إلى ال باللغة العربية، الكتابة، القراءة، الاستماع، وهي تختلف عن الـ ing اللي نتكلم عليها في الـ present continuous في المضارع المستمر. أتمنى أن يكون شرحي واضح بالنسبة لأغلب الطلاب، وإذا كان عندكم أي استفسارات أو أي أسئلة أنا مستعد، وأنا بقرأ جميع التعليقات ونادرا ما يعني أفوت تعليقة. فإذا عندك أي شيء أتمنى أنكم تراسلوني على الدروس القادمة، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك. Thank you very much and see you soon. Good luck. Thank you. Hello everybody، مرحبا بكم جميعا إلى درس اليوم. ودرس اليوم هو درس جديد أيضا طلبه الكثير من الطلاب. اليوم الدرس بيتكلم على تصريف الأفعال. يعني جميعنا نعرف أن الأفعال في اللغة الإنجليزية لها ثلاث تصريفات، التصريف الأول والتصريف الثاني والتصريف الثالث. البعض يسألني يقول لي أنا مش عارف كيف أستخدم لا التصريف الأول ولا الثاني ولا الثالث، وإيش يعني تصريف؟ يعني لماذا تم تصريفها وتقسيمها إلى ثلاثة أقسام في اللغة الإنجليزية؟ اليوم هنتكلم عن هذا الموضوع، وعندنا القائمة اللي هي التصريف الأول والتصريف الثاني ثم التصريف الثالث. التصريف الأول في اللغة الإنجليزية يا شباب هو يعني الإنفينيتيف. إنفينيتيف في اللغة الإنجليزية معناته المصدر. المصدر يعني أساس الكلمة أو مصدر الكلمة، يعني الكلمة بدون أي إضافات. يعني أحيانا بتجد أنت في بعض القواعد وبعض الأماكن يقول لك هنا يأتي لابد أن تضع infinitive مصدر. المصدر يعني الفعل بدون ما يكون فيه لا إس لا ING لا ED ولا ER ولا أي حاجة، يكون في حالة اللي هي مصدره أو أساسه، يسمى هذا المصدر. طيب، والحالة الثانية اللي هو الباست. الباست يعني معناته الماضي. يعني إذا كان هنا الجملة clean ينظف، فهذه cleaned نظف بإضافة الـ ed. يعني أنت بتضيف للفعل ed فيصبح ماضي. طب كل الأفعال يا أستاذ أضيف لها ed فيصبح الفعل ماضي؟ لا، للأسف مش كل الأفعال في اللغة الإنجليزية اللي تكون في المصدر تضيف لها ED فتصبح في الماضي. هناك أفعال تسمى منتظمة وهناك أفعال غير منتظمة، أو شاذة أو منتظمة وشاذة. ما معنى المنتظمة؟ المنتظمة أنه أي فعل، القاعدة عموما أن أي فعل أنت بتضيف له ED يصبح ماضي. تضيف للفعل أصله clean، أضفنا ED للفعل فأصبح نظف. يعني مثلا زي clean ينظف وcleaned نظف.
أصل القاعدة زي ما أخبرتكم إنك بتضيف للفعل إيدي للفعل، أنا بتكلم عن الفعل ما بتضيفش للصفة ما بتضيفش للاسم، خد بالك للفعل، حتى كل التصريفات هي أفعال، لما تضيف للفعل إيدي يصبح ماضي، هذا أصل القاعدة. لكن شذ أو اختلفت عن هذه الأفعال أفعال ما تسمى أفعال غير منتظمة أو أفعال شاذة، تسمى بالإنجليزي irregular، يعني لا تأخذ الإيدي أو لا تمشي مع نفس نظام إنه تضيف الإيدي فيصبح ماضي. هذه الكلمات تسمى أفعال شاذة، شاذة أو غير منتظمة، مثل build يبني، build ما تضيفش إيدي. شوف هنا finish ينهي، finish finished انتهى، ايضا بتصيب الثالث فينيش، لكن هنا يقول لك لا، مثل بيلد كم جيف بيلد، خلينا اعطيكم الكلمات عشان تستفيدوا منها برضه كمعاني كلمات، كلين ينظف وفينيش ينهي وبيلد يبني، يبني عماره يعني، وكم ياتي وجيف يعطي وتك ياخذ وهير يسمع وسي يقول وميك يصنع أو يجعل، لها معنيين، يصنع أو يجعل، وباي يشتري، ممكن سيل يبيع، تمام؟ هذه الكلمات تسمى ريجولر منتظمة، منتظمة أفعال منتظمة. يعني إيش منتظمة؟ يعني بيجي الفعل منها الأول كلين وتحول منه الماضي تحط له ايدي، وكمان التصريف الثالث تضيف له ايدي، فهذه منتظمه. فينيش فينيش فينيش، فيزيت يزور، فيزيتد فيزيتد، واتش تي في مشاهده التلفزيون، واتش ات واتش ات، ما فيش مشكله، هذه يسموها ريجولر، يعني افعال منتظمه بتاخذ الايدي في الماضي وفي التصريف الثالث. اما الافعال الثانيه هذه فتسمى افعال غير منتظمه، شدت عن القاعده وما تمشيش بنفس القاعده انك تضيف الايدي فتصبح ماضي. طيب هذه الافعال لابد عليك انك تحفظها. هي للاسف يعني شويه 100 وكسور 120 130 تقريبا زادت او نقصت حاجه بسيطه، ولكن انت مجبر انك انت تركز عليها، وخصوصا حدود 70 60 فعل، هؤلاء مستخدمين بكثرة زي ما انتم شايفين، يبني ويأتي ويعطي ويأخذ ويبيع ويشتري، كلمات حقيقة مستهلكة ومستخدمة في حياتنا اليومية، يعني مش أفعال إنها مثلا نادرة الاستخدام، لا للأسف 70 أكثر من النص، يعني 70 إلى 60 فعل من الأفعال الشاذة لابد إنك أنت تحفظه. طبعا هنا أنت بتحفظ فقط الأفعال المنتظمة، تحفظ فقط الشكل الأول اللي هو clean finish watch visit، وانت اوتوماتيكيا ما تحتاجش تحفظ الشكل الثاني لانه انت بالطبيعي بتضيف الايدي فيصبح ماضي، لكن هذا لا، انت هتضطر تحفظ الفعل في مصدره وكيف الماضي منه وكيف التصريف الثالث منه، يعني انت محتاج انك انت تحفظ الثلاثة الاشكال للفعل الغير منتظم. طبعا هي بسيطة العملية، يعني انا خلال تدريسي او دراستي في الاول كنا نشوفها مشكلة، لكن مع الاستمرارية الامر فعلا يمشي بسلاسه. طيب بعد ما عرفنا ايش هو التصريف الاول والماضي، حابين نعرف ما هو التصريف الثالث. للاسف في اللغه العربيه مش موجود ترجمه او يعني ما يشابه التصريف الثالث، يعني في اللغه العربيه احنا عندنا فقط التصريف الاول، يبني بنى، ينظف نظف، ينتهي انتهى، ياخذ اخذ، هذه اللي عندنا في اللغة العربية. في اللغة الإنجليزية موجود عندهم لا، يعني لو نجي نترجمها مثلا باللغة العربية، ينظف نظف نظف، ينتهي انتهى انتهى، هتلاحظ ان الترجمة شبيهة بالماضي، يبني بنى بنى. طب واحد يقول طب انا معلش حاب افهم، هذا استخدمه امتى؟ هذا استخدمه امتى؟ وهذا متى استخدمه؟ من حقك تعرف هذا الموضوع، وهو اصلا درس اليوم اللي احنا حابين نسلط الضوء عليه. طيب بالنسبه للانفينيتيف او المصدر الاول اللي هو نسميه مضارع، انت لو تركز عليه انه زمن مضارع، تمام؟ هذا العمود الاول استخداماته مختلفه بحسب
الزمن. فإذا كان في البريزنت سيمبل المضارع البسيط فأنت هتضيف بعد الهي والشي والإيت للفعل هذا إس، أما الآي واليو والذي بدون إس. إذا كان الزمن هذا في المضارع المستمر اللي هو اللي بيحدث الآن فأنت هتضطر تضيف الآي إن جي للفعل هذا، فتصبح coming, giving, taking, saying, making، يعني هتضيف الآي إن جي فيصبح مستمر. تمام؟ إذا له حالتين هذا. والحالة الثالثة إنه ممكن يجي في المستقبل فتقول I will، أنا سوف، وتجيب أحد الأفعال هذه I will give، I will take، I will، له استخدامات كثيرة المصدر الأول ما فيش مشكلة يعني مضارع. أما الشكل الثاني فهو واضح جدا من اسمه إنه هو past الماضي. الباست اللي هو الماضي، يعني أنت عملت وأكلت وشربت وذهبت، تمام؟ فأنت بتختار إما يكون فعل منتظم أو يكون فعل شاذ، فتضطر زي ما قلنا تحفظ الأفعال اللي هي غير منتظمة. هنيجي للتصريف الثالث واللي هو أغلب الناس مش عارفين متى يستخدم التصريف الثالث، وأغلب المدارس واليوتيوب واللي أنا يعني شخصيا دخلت أغلبهم لا يتطرقوا إلى هذا الموضوع بشكل كثير، يعني قليل اللي بيتطرقوا الى هذا الموضوع، اغلبهم بيتكلموا على المضارع والماضي. حقيقه انه التصريف الثالث هذا له اكثر من استخدام، يعني التصريف الثالث عاده هذا التصريف الثالث يسموه الباست بارتيسيبل، باست بارتيسيبل تصريف ثالث. طيب هذا يستخدم الباست بارتيسيبل يستخدم بعد الهاف والهاز في قاعده اسمها البريزنت بيرفكت المضارع التام. انا حقيقه الدرس هذا لسه ما شرحته، يعني انا انزلت مقاطع في البريزنت سيمبل المضارع البسيط، بريزنت كونتينيوس، الباست، الفيوتشر، الزمن هذا لسه لم اتطرق اليه بعد ما يعني ما دخلتش فيه لسه. فان شاء الله في المستقبل هدخل فيه. طبعا هو مشكله البريزنت بيرفكت هذا متعب لكثير من الطلاب، انا شخصيا عندما اتحدث مع طلاب عرب لا اجد انهم يستخدمون البريزنت بيرفكت لسبب بسيط ان هم ما فهموش هذا الزمن. واحد يقول ايش الصعب فيه يعني قانونه؟ لا لا، هو له اكثر من استخدام، يعني له تقريبا 5 إلى 6 استخدامات، وهم يعني كل واحد بياخذ استخدام ولو ازمنه مختلفه فالطلاب بيتوهوا فيه. فلذلك ما حدش فاهم له قاعده محدده، ان شاء الله يكون له درس في المستقبل. وللاسف انه في اللغه الانجليزيه مستخدم تو ماتش يعني كثيرا بالذات البريطانيه، باللغه البريطانيه. طيب ارجع للموضوع اللي هو قلنا عليه، التصريف الثالث هو ياتي بعد الهاف والهاز، يعني مثلا انت بتقول اي هاف واعطاك مثلا اختيار، مثلا جو، والتصريف الثاني وينت، والتصريف الثالث جن. I have gone مثلا to school أو إلى أي مكان، هتختار إيش؟ هتختار gone. ليش؟ هي قاعدة كده إنه بعد ال have وال has، قاعدة present perfect طبعا، هذه إن شاء الله إذا شرحناه، إنه هذا يستخدم بعد ال have وال has في قاعدة present perfect. طيب واحد يقول معلش يعني شوية أدخل معانا، معناتها إيش؟ يعني أنا لما أقول I have gone، أنا ذهبت to school إلى المدرسة. أو مثلا عندك مثلا I have، وأعطاك مثال see، والماضي منها so، والتصريف الثالث see، مثلا علي. من الطبيعي زي ما أخبرتك إنك أنت هتختار إيش؟ التصريف الثالث see so see، هتختار see. أي معلش برضو ما زال سؤالي قائم، ما معنى I have seen علي؟ يعني الآن أنت بتقول إنه I have seen علي، معناتها بكل بساطة أنا رأيت علي. طيب وسو مش سو ماضي سي، يعني انا معلش انت الان وصلتني الى هذه النقطة I have seen علي، وعندي ايضا جملة I saw علي. هذه لو ترجمناها عربي يا جماعة انا رأيت علي، I saw علي، انا رأيت علي. واحد يقول لا معلش انت لا تتعبني ولا تدوخني معاك، ايش الفرق بينهم؟ انا كمتحدث متى استخدم هذا ومتى استخدم هذا؟ طبعا من الاستخدامات اللي كلمتك كثيره للبريزنت بيرفكت، طبعا البريزنت بيرفكت الان مضارع تام،
انه الشيء هذا يكون حصل قبل فتره قريبه، يعني انت لسه شايف علي قبل شويه، فبتقول واحد بيسالك يقول لك وير از علي؟ فين علي؟ اي هاف سين علي، انا لسه شايفه. لكن اي سو علي انت بتقولها قبل اسبوع او امس او قبل شهر، يعني ما فيش شعور انه هذا الموضوع حصل قبل فتره قريبه، لا قبل فتره بعيده، فتقول انا رايت علي امس البارحه قبل اسبوع وكلمته واخبرته وعزمته على الغداء ان شاء الله. فهمتوني؟ اذا بكل بساطه انا تكلمت على ثلاثه تصريفات. طبعا التصريف الثالث له استخدام ايضا اخر ويستخدم في درس اسمه الباسيف. والباسيف في اللغه الانجليزيه مع او باللغه العربيه معناته المبني للمجهول. المجهول هذا درس مبني للمجهول، وهذا موضوع ايضا لم اتطرق عليه. قواعد اللغه الانجليزيه صراحه شويه كثيره، ولكن هو دروس بسيطه ان شاء الله. وانا حاط في 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 مخططي ان انا اشرح البريزنت بيرفكت واشرح الباسيف، لكن هو يعني بشكل كثير التصريف الثالث يتركز على المبني المجهول وعلى المضارع التام. انا اعطيتكم اليوم فقط اللي هو سناب شوت، اللي هو لمحه او وميض او يعني حاجه بسيطه عن الموضوع عشان ما يروح عقلك بعيد وتفهم ايش معنى التصريف الاول والتصريف الثاني والتصريف الثالث، وعشان تعرف بعد كده في المستقبل لو واحد شرح لك البريزنت بيرفكت تكون عندك فكره، فتقول انا فعلا اذكر بعد الهاب او الهاز ياتي الفعل دائما في التصريف الثالث. وفي المبني المجهول هذا ان شاء الله اذا شرحناه هتعرف انت ما هي استخدامات التصريف الثالث. اتمنى انه تكون الصوره وضحت بالنسبه للتصاريف الافعال في اللغه الانجليزيه، ويكون وفيت حقه انا كدرس. ولا تنسوا تشتركوا ولا تنسوا اللايك، واللي يحب انه الدروس السابقه توصلوا ان شاء الله بالاشتراك هتوصلك الدروس ان شاء الله. اذا عندكم اي اسئله او استفسارات او يعني طلب انه انا اشرح لكم دروس ايضا، ما فيش اي مشكله، انا انتظر تعليقاتكم واتمنى لكم التوفيق والنجاح. Thank you very much. Good luck. See you soon. Hello everybody. مرحبا بكم جميعا الى درس جديد اليوم. درس بسيط خفيف، هي عبارة عن كلمات بنحتاجها عندما نتحدث اللغة الإنجليزية، وحقيقة هي بتساعد الناس عن تحديد الكلام بشكل أكثر دقة. اليوم هنتكلم على كلمة مثلا all بمعنى كل، و nearly all تقريبا كل، most معظم، many الكثير، أو نقول أيضا a lot of عندك أيضا الكثير من، some بعض، not many ليس الكثير، a few قليل، وfew بدون أيضا بمعنى قليل ولكن قليل جدا. طبعا كل واحد من هذه الكلمات يحدد تقريبا بالمئة، كم بالمئة يعني. فعندك مثلا all بمعنى 100%، و nearly all تقريبا 95%، و most 85% بمعنى معظم الناس، many الكثير 80%، و lot of 70%، و some تقريبا النصف يعني 50%، not many 30%، و a few 25%، و few تقريبا 10%، ويصل يمكن اقل من ذلك. يعني مثلا انت الان بتستخدم هذه الكلمات عندما تتحدث عن مثلا موضوع معين، فحبيت تقول مثلا كل الناس في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا يدخنون أو يحبون الرياضة أو كأي شيء. فطبعا الكلمات هذه ستجد أنك تحتاجها حتى تحدد يعني كلامك بشكل أكثر دقة. فإذا قلت all the people يعني كل الناس بدون أي استثناء، لو قلت nearly يعني ستقول حوالي الأغلبية العظمى يعني 95% تقريبا كل الناس. فإذا قلت most يعني حوالي 89% كما أخبرتك، وميني فلذلك تسمع الكثير يقول ميني أو a lot of، يعني إذا هو يشعر أنه العدد كبير يعني ما بين 70% إلى 80%، فيقولون a lot of people in the United States of America أو many people in the United States، طبعا in Saudi Arabia in Egypt وعلى هذا الحال، وسام بمعنى 50%، ونو ميني يعني إذا أردت أن تقول يعني قليل، نو ميني يعني 30%، نو ميني the people in the United States، a few people يعني القليل من الناس، ما قال 25%،
اللي هو بمعنى فيو، لكن فيو قليل جدا جدا، يعني تقريبا يوصل ما بين 5 إلى 10%، حتى يكاد لا يوجد ناس مثلا في أمريكا يحبون مثلا كذا الرياضة أو يأكلون الأكل الفلانية. أتمنى أن يكون الكلمات هذه أفادتكم، هي فقط عبارة عن كبسولة صغيرة تعليمية صغيرة، بحيث أن أنت تفهمها وتحفظها، وحاول أنك أنت تستخدمها في جمل حتى تعرف بشكل أدق أن تشرح عن فكرتك. Thank you very much. That was Mr. Murad. لا تنسوا الاشتراك والتعليق. Good luck. حظا موفقا. See you soon. Goodbye.